عمارات اللي هيتجوز ماما؟ ايه؟ اتجوز مين؟ انت مو جوز ماما الحقيقي؟ ايه؟ خلص؟ هتجيب واحد مكان ولا ايه؟ في انا كلام. بقول لك ايه يا صامولة؟ اضرب فرامل يا حبيبي وقف عندك لقوم اصفر لك عداد عمرك. جرا يا صامولة؟ انت داخل علينا يعني وفارق كلاكساتك ليه يا عم؟ ما تهدي يا عم شوية، حد داس لك على اكسدام، حد فسالك كاوتش. يا ريت. دول اسحبوا مني العربية، جايبينها سواق تاني. فيها يا استاذ عادل؟ في ايه؟ يعني عايزين تهتموا الواد وابوه عايش وعايزين تجيبوا له مرات اب؟ ليه؟ يا صابولة داخل بزعبيبك ليه علينا؟ ما تهدى شوية يا عم. لا دول لا، بصراحة يعني والحق يتقال، صامولة عنده حق في كل اللي هو بيقول. انت فاهم ايه اللي بيحصل يا غبي؟ لا واجم خطيبتك اجري. خطيبتي ماشي. طب يا استاذ صامولة، الحقيقة ان هو ما جوزهاش، بس دي كانت اول ستاب. انا عارف ان ستابن وفردة نايمة مرمية في كاوتش العربية. افتحس من غدا صامولة، افتحس من غدا صامولة. لا بقولك يا صامولة لا، لحد نو لا يا عم. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه. تعمل ايه؟ ما انا لو قلت لك هتعرف. فيش داعي للهزار دلوقتي. شايف استاذ عادل انا بتهزق في بيتك؟ طب ما ده حاجه عاديه يعني، عايز ايه؟ ما انت قصدك داخل عامل زعابيب ليه؟ في ايه؟ في يا صامولة يعني البيت ده ما فيهوش راجل يقدر يرد عليك ولا ايه؟ ترى ايه يا ابو ياسمين؟ وانت هتحترمه ولا ايه؟ ده ابن تفيده، وانا بقى هوريك ابن تفيده يتعمل فيه ايه؟ تعالى لي هنا. ايه الكوبايه خلصت؟ ما انتش مكسوف من نفسك على الصوت ده؟ بطل دناوة. دمك شربات يا نوجة. يا سبحان الله، انا فاكر ان انتوا كنتوا واخدين بعضكم عن حب، انت وصامولة. فاكر كويس قوي ان هو قطع شرايين ودانه لما اهلك رفضوه، وانت كمان شربت مبيد حشري ساعتها لما اهلك رفضوا. اسكت يا اخويا، كانت ايام سودة. هلا قولي لي يا نوجة، هتعملي ايه بقى مع صامولة؟ ده محسسني انه هيفنجر نفسه بقنبله موقوفه لو احنا خير. سيبك منه، ده فنجري بق كان راح يتشطر على جوز امه اللي هرق فيه ضرب لحد ما خلاه شبه قراءات الشطرنج. والله عندك حق يا نوجة، عندك حق يا اختي. ياه، قال ايه مفكرني ان انا هطفي السجاير في قفا الواد عنتر لما هنتجوز؟ ما يعرفش ان عنتر هو اللي هيطفي السجاير في قفايا. الواد لازم يحبك. المهم ام عنتر هتحبني امتى؟ بس بقى يا رمزي، خلينا في الواد والمستقبل مش فينا احنا. الواد ما بيحترمكش. عادي يعني، هي هتيجي على حياتك. يا اخويا افهم، ده طول النهار والليل بيقول عليك ابو حملات ابو حملات. بسم الله على ابوه اللي شبه سيد قشطه وهو بيتاوي. اعمل لي كده. طب بص، لو عايز الولا يحبك. انا عايز ام عنتر تحبني. اختشي بقى يا رمزي. يوه، هات له لحمه راس، الواد بيموت فيها. لحمه راس؟ ده مفجوع قوي، ده شبه دراكولا. لا لعلمك بقى، الواد ابني حساس جدا، بس هو الوحده اللي هو فيها دي هي اللي مش عاوزاه. انا لازم اخويه. عندك حق يا اختي، عندك حق، لازم تخويه. ما اي عيل بالشقاوه دي لازم يا اما يبقى مخاوي يا اما ملبوس. انا هطلب كشري، انت هتطلبي ايه بقى؟ هات لي فتة. اتنين حواوشي هنا يا ابني. ايه نوج ام عنتر؟ استني استني اشوف الزبون السقع ده اهو. وي نو تماثيل، نو تماثيل النهارده، شطبنا. فينش باي باي. ايه نوج خلاص مشيت اهو. عارف انك كل يوم زبائن. انت ماشي الزبون، انت حاطط رجلك على المكتب؟ مشيت الزبون ليه؟ ما دول هيعمل لي يعني، هيشتري مناخير ابو الهول. انت مشيت الزبون؟ انت بتكلم ايه؟ بكلم نوجة خطيبتي. ده وقت نوجة؟ لا نوجة ولا سمسمية، عندك شغل وما بتشتغلش. ما بتشتغلش ليه؟ وبقى دولة بقى. طب ما انا كنت ليل نهار دولة شايل البازار ده كله على قفايا كده هون، وانت مش مفتح دماغك معايا يا عم. فتح دماغي اعمل لك ايه يعني؟ انا عايز بقى دولة تزود لي مرتبي يعني.
علشان انا داخل دلوقتي على جواز وعلى مدارس وشغلات. مدارس؟ انت داخل مدرسة؟ ابننا عنتر مش داخل مدارس بقى. ابنك وعنتر؟ وكمان نوجة بقى عايزة يتغير سيراميك الأوضة بتاعتها، وانا كراجل لازم اسمع كلامها. سنيور سيراميك انا أوضة؟ ايه ده وانا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. لا يا راجل. ما انا اقنعت نجلاء بالعافية ان احنا نتجوز نسكن بقى معاكم في الشقة. تسكن فين؟ في الشقة بقى أنا ونوجة بقى عندكم. أنت ومين؟ أنا ونوجة بقى عندكم في الشقة يا دولة. تسكنوا فين؟ عندكم حبيب قلبي في الشقة عندكم. هتسكن فين بقى؟ يا جماعة يعني إحنا كنا مستحملين مصيبتين، ربنا يبتلينا بكارثة. اللي اسمه رمز ده كارثة، هنعمل فيه إيه آخر؟ ما هي لو كانت النية كويسة وخالصة كانت نيله اتجوزه وخلصنا. لا وإيه؟ سايبين الدنيا كلها عايزين يعيشوا في الشقه، قلقانين من الفسحه والامل اللي احنا فيها. انا المصيبه السودا بقى امبارح بيفاجئني بكارثه تانيه، بيقول لي يا ستي عايز جاكوزي في الحمام. جاكوزي ايه ده؟ كان بيستحمى بالخرطوم. فطشت بيشرب من الخرطوم. ده كان هيشلني انا يا عادل، ده مش معقول يخش الحمام ويبات فيه، مش معقول بجد. انا اكرم لي يا حبيبتي خش دار مسنين بدل ما تبهدل. يا ريت ترضي يا حبيبتي، انا اللي هوصلك نفس والله. طب وليه ما نعملش زي القوى العظمى والدول الكبيره ما بتعمل؟ احنا نطلق عليه عنتر وسموله ونقف احنا نهدي النفوس. عندك حق يا رانيا. يا برنس الواد قريبك ابو حمالات زمان، قلت ما حطلوش قشره الموز على السلم عشان اعرف انه قريبك. لا هو مش قريب ولا حاجه، يعني ده هو حي الله ابن عمي، وعمي ده اساسا يعني من اخر اسوان، فهو قريبي من بعيد قوي يعني. بحبك يا برنس من ايام الطقم الجنس. يا حبه عيني اتاخر قوي، ده تلاقيه هيجي ميت من الجوع من كتر الشغل. ميت من جوع ايه؟ ما لسه واكل من 3 ساعات ولهف كمان نص بطه. لا وايه؟ كان البطه كلها بعظمها. احسدهولي بقى، مش كفايه ابو ياسمين عليه لا بيديله حوافز ولا اوفر تايم. اوفر تايم؟ لا ان شاء الله هديله جيم اوفر مع استماره 6. بقيتي شوارعيه. انا ياما؟ ايوه ياما. ماما شكرك مره يا قليله الادب. دول حبيبي. قومي افتح الباب. دول يا رمزي. نوجة حبيب قلبي. ياه ابي خليني بقى اطلع المفتاح عشان ما اقولكش كده. عيوني الواد عنتر ابننا عامل ايه؟ اهو يا دولة يا دولة، ده انا جايب لك شوية قصب ايه يعني هتمص صوابعك وراها. انا مش عارفة اقولك ايه، امبارح في سيخ وبكوارع وكمان جايب لك قصب. قصب ايه اللي انت جايبه معاك يا ابني؟ واحنا طالعين رحلة للقناطر ولا؟ ودي القصب ده بره البيت اجري. حاضر يا دولة. ودي بره البيت اهدى، تعالى هنا. ودي هنا علشان ناكله بالليل براحتنا. حاضر يا ست الكل. رايح فين؟ رايح فين؟ هحط القصب دول في التلاجة عشان نبقى نشربه ساقع بقى. بوكو بيستحمى في طشت يا جماعة، مستغربين من القصب. عم عادل ده ابني هيعمل لي ليه؟ ليه يا استاذ عادل؟ ليه انا مسلمكم قفل وقت كده؟ ده مناخيره، ده بقه، ما كانش في تصرع من كده يا استاذ عادل. بلاش سموله، كل حاجه هتبقى تمام، بس اهدى يا سموله اهدى، احنا رجاله مع بعض وقاعدين بنتكلم. اهدى. طب والعشرة دول؟ والعشرة دي انا هعلقه في الشكمانه العربيه والف بيه كل مطبات المنطقه. طب والخمسه دول؟ والاثنين دول؟ ها انا بقى احليت دمه خلاص. وال17 دول ايه؟ خليه يفسحني بكره ولا لا؟ فسحك فين؟ هتاخدوني معاك ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اب صناعي اللي هفسحك. بص هنا هنا ابوك عايش على وش الدنيا، هيوديك فين يعني؟ ملاهي زهني لاند. حاجه كده منطقه قديم وعفشتها واقعه. سيرك الغزالة الكتعة. سيرك الغزالة الكتعة. بس جف ملعبي. يا بهلوان. سمولة معاك. مش وقت مشاعر دلوقتي. وانت كمان وحشني. خلاص هبط. اسمع بقى. انت لسه بتأكل الأسد في سيرك الغزالة الكتعة؟ حلو قوي. في واحد بكرة حبيبي جايلك مع عنتر ابني. الراجل ده أنا بكرهه قوي. عامل معايا نمر وحشة قوي وغلط في حق كتير. عايزين نقتله. اي حيوان بقى ياكله غصب عنه. ماشي يلا سلام.
خلاص يا ماشي يا بموت فيك يا بموت فيك يا بهلوان. سلام. انا افرجك يا ابو حمالات واكلك للحيوانات. وبعدين بقى رمزي اتاخر قوي وتليفونه المنيل ده مقفول، ده اساسا قلت له غيره 100 مره، ده تليفون من غير سماعه. ده تليفون من غير شريحه اساسا. انا مش قادره افهم انت ايه العصبيه اللي انت فيها دي. البنت دي كانت هتخنقني امبارح، حطت المخده عليا وكانت هتخنقني. ما هو ياما انت ما تعرفيش اللي حصل. اصل انا شفت كابوس منيل قال ايه رمزي حدف الواد عنتر في قفص الاسود عشان يخلص منه. وخلص منه صحيت. ما هو بالاضافه كمان للحلم بتاعها اللي احلامها طبعا ما بتقعش الارض، رمزي نفسه غبي مش محتاج احلام. يعني انا اعتقد ان ثقتك في رمزي جوه عقلك الباطن تخلو من اي ثقه. والله يا عندها حق، رمزي ده ما يتأمنش ابدا. ما جايب بك السوده. خد هنا، خد هنا، لما هجيبك انا هجيبك. خد هنا، خد هنا كده يا عنتر، كده تزحلقني كده قدام قفص الاسد وابوك سموله يدي للحارس على شكلي عشان يدخلني جوه القفص. اعمل لك ايه؟ الاسد افتكر السلابوت بتاعك الحمار المخطط. قلت ايه اللي انت لابسه ده صياد يا رمزي؟ لابس حمار فعلا، يعني حمار لابس حمار وملبس الواد حمالات عايزه يطلع غبي زيك. طب ما تشوف حماتك لابسه ايه هي كمان. اخلص خالص، انت ايش فاهمك؟ ده سينيه يا غبي. يا دوله يا دوله، ده انا الحمد لله ان جيت بعجوبه يا دوله، ده خرجوا راسي من جوه بق الاسد. خلاص يا رمزي، انتوا مالكوش غير بعض، وابن نجلاء يبقى ابنك بالظبط. لا يا حبيبتي، لا لا نجلاء ولا علياء. انا مش عايز اتجوز خالص، ده انا اشرف لي ان انا اتجوز تمثال حتشبسوت. النجلاء قردينا بالهم والهم مش راضي بينا. طب تعالى لي بقى يا حلوه، خد دي ذكرى مني ليك. خد لك روسيه من نجلاء وروح على مستشفى الجلال.